منظم حزب الاستقلال بجهه الدار البيضاء الصفار وعضو اللجنه التنفيذيه لحزب الاستقلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أمر. أخي العزيز الأستاذ نعمان ميارة الكاتب العام للاتحاد العام الشمالي للمغرب، عضو اللجنة التنفيذية وزميلي في فريق الاستقلال الوحدة والتعاونية في مجلس المستشاري، الإخوة مفتشو حزب الاستقلال جهة الدار البيضاء الصفار، الأب والأخ النائب البرلماني عن دائرة الجديدة ورئيس جامعة التوع حاج مبارك الطرمونية، الأخ النائب البرلماني عن دائرة برشيد طريق القادري، الأخ النائب البرلماني عن دائرة الوسط ورئيس جماعة ولاد صالح حسين الدين رفيق، الأخ العزيز والضيف الكريم النائب البرلماني عن دائرة جرادة الأستاذ ياسين دغو، الأخ الكاتب الإقليمي أو الكاتب هو رئيس المجلس الإقليمي لصفات والكاتب الإقليمي لصفات وعضو اللجنة المركزية الحاج مصطفى القاسمي.